معينه الجيولوجي بيقول انا عندي استراكشر انا شايف مثلا ميله ناحيه الايست فعشان يثبته بيحط بير تاني فبيقطع الاستراكشر فبيبدا يعمل اول برايمري زون الزون الاولاني ويبدا يتتبع الزون ده في 3 دي ومنه يبدا يقفل السكشن وبعدين يحط بير في سكشن تاني ويبدا يعرف بقى المينرالايزيشن ممتد ازاي لكن هي العينه السيرفس ورؤيته في الاصل هي دي هي دي الكي يعني سؤال الحاجات دي ريجنال سكيل يعني مش هتبقى لا هو في 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 شغل اللي هو المايكروجرافتي المفروض ان هو بيقدر يديتكت الماينور ستراكشرز وبيبقى مور ديتيل بس احنا كنا بنقول للناس الجراوند مش ايروجرافتي احنا كنا بنقول للضيوف حتى اللي بيجوا لنا من اي مناجم ثانيه من السكري ده الجيولوجيست بارادايس يعني ان هو بيمشي في الجبل فبيشوف كل حاجه مش محتاج ان هو يعمل اي حاجه تانيه غير ان هو يمشي على الاوت كروب مع الورقه بتاعته والقلم الرصاص والبوصله ويبدا يعمل ريكوردنج للاستراكشر بعدين ياخد عينه يحللها يجيب له نتيجه فكلهم لما بيجوا هنا نقول لهم ان ده البارادايس بتاع الجيولوجيين لان انا مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه انا بشوف كل حاجه مجرد ان انا هيبقى معايا زمزميه الميه لو كبيت على العينه نقطه ميه بسيط بالعدسه بعرف المينراليزيشن ايه الاورينتيشن وابدا امشي وراه وده اللي احنا الحمد لله عملناه في الاول يعني دي كانت حاجه كويسه وانتوا عملتوا مابنج مثلا فراكشر سيستم والكلام ده كان اتعمل له مابنج سيرفيس وسب سيرفيس وده اللي احنا لغايه دلوقتي بنعمل لها تارجتنج وبنعمل لها ابديت بالحفر واكيد جيوكيميكال مابنج برضه نعم جيوكيميكال مابنج دلوقتي احنا بنعمل ابديت للخريطه دي تقريبا كل شهر لان هو كل ما بينزل بنش بيثبته بعدين يعملوا ديجيتايزنج وهم دلوقتي مشتغلين جامد في السوفت وير فبيقدر يعمل سوليدز وبيعمل واير فريمز وبعدين يحولها ويلعب بيها في 3 دي فيبدا يثبت في كل بنش هي فعلا السيرفيس ماب دي عامله انتربريتيشن تحت ولا لا طب التكنيك بقى بتاع الاخلاص بقى الحاجه ما ده التعديل هو هيمر بس هي بمنتهى البساطه احنا بنفجر الصخور فبنقلل حجمها ل 0.5 متر بعد كده بنكسرها تبقى 0.2 بعد كده بتخش دي اول مرحله ان انا افجر انقلها للكراشر الكراشر بتكسرها بدخلها على حاجه اسمها السكندري كراشر عشان اقلل الحجم تاني تمام بعد كده بدخلها على حاجه اسمها البول ميل الساج ميل اسف الساج ميل ده انا بحط كل الحجاره مع بعض مع الفايبريشن والحركه بتبدا تكسر وتضحك بعض زي البول ميل كده تخش على البول ميل بالبولز تتكسر بعد كده تخش على المصنع جزء من الذهب بيترصب بالجرافيتي ده بكام بعد البول ميل بعد البول ميل احنا لا احنا المفروض احنا نوصل 75 مايكرو يعني انت يعني لازم اوصل ل 75 مايكرو 75 مايكرو عشان ابدا اعمل فري للذهب تمام فده التارجت ان انا اوصل ل 75 مايكرو وتخلص من السلفايد تبدا بجو لا ما هو لسه او روتري كراشر يعني في عندك هنا جزء هيبريتش جزء هيبريتش اللي هو بس ده ثانوي ما انا عارف كده الحاجات اللي جريت كوبا كبيره ان شاء الله يعني كان هي ثانويه يمكن فيها دلوقتي طبعا حاجه لا بتطلع كويس بس احنا ما بنعتبرهاش اساسيه احنا مش اساسيه هو شوف حضرتك كل مناجم العالم يا اما اوبن بيت يا اما امبر جراوند والاستخلاص ده التعليم والاستخلاص يا اما طريقه الكومه دي اللي حضرتك بتقول عليها يا اما اللي هو البروتيشن بالك احنا هنا لله الحمد يعني ماشيين اندر جراوند واوبن بيت وماشيين برضو استخلاص ماشيين كله مع بعض ليه؟ لان احنا احنا المساهمين اللي معانا احنا دي مش فلوسنا كلها معانا ناس مساهمين من بره واكلوا وشنا قعدنا 20 سنه ومرنا بعثرات الدكتور ابو الحجاج عارفها كلها ف عايزين نسرع شويه في الانتاج فاشتغلنا بكل الطرق دي عشان نقلل مده الانتاج تمام تمام فهو ده مور ليس اللي بيحصل طبعا في المصنع بعد كده هي بتخش على جزء من الذهب بيترصب بالجرافيتي دخل الباقي على الفلوتيشن والكربون انليتش وبدا عمليه بقى الاستخلاص النهائيه اللي هي جزء منها معقد شويه في المصنع يعني لان هم اخذوا وقت جامد يعرفوا الميتالرجي بتاعه الكور عشان يشتغلوا عليه امتى تضيف الكومبريسد اير امتى السيانايد استهلاكه تبقى ازاي التيلنج دام هنشوفه احنا اول بيت جزء برضو من الحاجات اللي اتعملت كويس جامد في السكري اخذ دراسه كويسه سواء بالحفر السيراليزيشن تحت
التيلينج دام عشان اتاكد ان انا هبنيه على منطقه ما فيهاش ذهب، ان هو هيقعد لعمر المنجم تقريبا. وخدنا وقت كتير عشان ننيه. على فكره احنا اللي بنيناه، ما كانش عندنا، بدانا اول ليفت بشركه استراليه، لكن احنا في الاوبن بيت احنا اللي كملناه. فاحنا كنا شغالين سب كونتراكتور للمصنع، الناس بتوعنا هم اللي عملوا الديزاين والايزوليشن وكل حاجه. فدي كانت جزء من السيفل انجينيرنج. الناس احنا اتعلمنا كل مراحل الانتاج دي بقى، كل مراحل الانتاج دي مراقبه بكاميرات، وفي موادين ديجيتال على كل، حتى اللي هتشوفوها على الدنابر في ميزان ديجيتال، الكباشه معروفه بتحمل كام طن، مع الكسرات على السير في برضه ميزان ديجيتال. تاني يوم، كل يوم تاني يوم الصبح محمد بيقعد مع مدير المصنع يحاسبوا بعض. انا بعت لك مثلا 100 طن صخر في يوم كده، يقعدوا يحاسبوا بعض بقى حساب الملاكين. الفلوتنج يا باشمهندس، انت بتستخدم سوائل معينه بحيث انك تدوق تخلي الذهب يعوم؟ ده البروتيشن بتاعها دي. ما هو احنا، هو بص ده جزء كيميائي شويه انا مش هقدر اتكلم فيه كويس، تمام؟ لكن انا دي برضو ميزه في مميزات السكري، ان زي ما قلت لك الميتالورجي بتاعته لما اتدرست كويس، عشان احنا خدنا وقت في الاكسبلوريشن. كنا بنعمل الترايل، كنا بنبعت اقمار بره نشحنها عشان يتعمل عليها دراسه هل تنفع بالميه الحلوه والميه المالحه. احنا دلوقتي شغالين بالميه المالحه، فده خط برضه ميه كبير، ودي تقنيه اعتقد احنا الوحيدين شغالين بيها في الوقت الحالي. يعني ما بتحليش؟ لا احنا بنحلي ميه في الفاينل بس، في اخر مرحله. احنا عندنا خط التحليل في اخر مرحله، اخر مرحله في الغسيل، ان انا بستخدمها في الغسيل في اخر مرحله بعد ان انا بحطها في الاستخلاص الكهربائي، فلازم تتغسل بميه حلوه. لكن من A to Z المراحل اللي انا بستخدم فيها الميه المالحه، وده جزء كويس جدا احنا عملناه. لان ده وفر، انت عارف المنطقه ارن، احنا عندنا على الاكفر بتاع وادي غدير دكتور ابو الحجاج شاطر طبعا في الميه عشان ده الدكتوراه بتاعته، لكن الميه لقيناها برده براكش، مش فريش ووتر. مش شاطر، شاطر ايه بقى؟ هو شاطر في الووتر ده. يعني انت توجهه وبعدين يطلع براكش؟ سؤال يهمني جدا، مهم اللي عليك والله. عايزين تقول لنا بصراحه العلاقات اللي بينك وبين الحكومه. خليها بقى، دي حاجه ثانيه. انا عايز اتكلم، انا رايح، انا لسه صغير. انا هو سيدي محمد، رايح محمد، لان محمد هو اللي معاكم لسه تاني فوق، اريحه وانا هو اللي يقول. نبدا باسئله ولا نبدا بالشرح؟ محمد هيكمل معاكم فوق فنيات. دلوقتي انا نبدا باسئله ولا نبدا بالشرح؟ ليكم الحاجه اللي بتتكلم فاضي عشان انت استخلصت كل حاجه في الاخر. بص احنا بناخد عينه اللي هو حوالين المصنع كل نص ساعه، دي عينه ميكانيكيه مش عينه ما بتاخدهاش. يعني احنا بنعمل عندنا فالفات كتيره زي اللايف فالف مثلا، كل مرحله من المراحل ان انا بخلصها قبل ما اوصل للاستخلاص باخد منها عينه، تمام؟ بعد التيلينج وهو خارج انا باخد منه عين، فهو عارف ان انا جديد خدت بوينت واحد مثلا. خلاص طبعا هو هيبقى فيه اكتر من تمن بوينت واحد، بوينت واحد خمسه ولا حاجه، مش هيجي عمره ما يجي معاك، مش هيجي لان تكلفته عاليه ويحتاج ان انا اشحنه اكتر، تمام؟ فده طبعا مش صحيح. ممكن يجي حد بعد كده يقول جديد تاني ولا حاجه، ممكن يجي حد تاني يقول ان الويست اللي احنا بنشيله اللي هو تحت الكاتوف جريد بتاعنا اقتصادي، فاحنا مشونينه، لان اكيد التقنيه هتتغير واحنا اكيد هنشتغله. يعني لان الريسيرش اللي احنا بيتعمل في السكري احنا ابديت بكل حاجه جديده في الصناعه. الكات اوف الحديده بناء على ايه؟ اقتصاديا؟ عم خلص خلاص انت كده بذلت مجهود وهنكمل ولسه هنكمل معاكم. هنقول احنا بقى بدانا السكري ازاي؟ الاول خالص ان انا مكاني الاول خالص سامي الركحي اللي هو اخو الكبير، يعني ده كان مهاجر في استراليا من سنه 68، واول زياره لمصر كانت سنه 80، ف كانت سنه 80 لسه بدا الاستثمار جديد وبتاع، فقال انا عايز يعني استشارنا، عايز اعمل حاجه في مصر، اعمل لي بلد حاجه. انا بيني وبينكم قلت له ايه الحاجات اللي ماشيه في مصر كويس، يا اما تنميه سياحيه او تنميه عقاريه او ملابس، وانا كان عندي فكره عن ملابس كويس. يعملوا ايه؟ شوف مليون جنيه نعملوا بيهم مشروع زي ده، وايه هجيب لك منه؟ انا مستعد اجيب لك منه مليون جنيه. قال لي لا يا عم انا مش هشتغل. قال لي في التعليم، لو عملت حاجه في مصر هعملها في التعليم. هو مصر انه ما شغلش في التعليم. هو اصلا جيولوجي، 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 جيولو
يعني ممكن اخد حضرتك يعني كم هو خريج تقريبا 65 او 66 65 اسكندريه المهم سافر وبقى يجي بعديها سافر وبقى يجي بعديها كل ثلاث سنين كل اربع سنين فكان بيقابل الدكتور او بيقرس الدكتور عبد الكبير الله يرحمه هو ده قبل كده ففي سنه 90 اتصل بيا كنت انا لسه برضه ما زلت في الجيش وقال لي انا عملت اتصالات مع الدكتور عاطف كبير والدكتور ابراهيم فوزي وايه هاجي اشتغل في الرمله السوداء وجه وعملنا فعلا جواب واتفاقيه بالاحرف الاولى ان احنا حق استغلال الرمله السوداء من ابو قير اسكندريه القطره. وبقينا نروح نجيب عينات. لدرجه ان احنا بعتنا اطنان عينات لاستراليا لان هو سامي كان معاه المعادله بتاعت التركيز اللي هو بيوصل الرمله السوداء لحوالي 98% الخامات اللي فيها يعني. وكان قدم دراسه ان هو يعمل 7 مصانع على مستخرجات الرمله السوداء وصرفنا اياميها حوالي 2 مليون دولار تقريبا في الوقت ده. وبقينا كل قعدنا في الموضوع ده من سنه 90 لنهايه سنه 92 حوالي 3 سنين. كنا كل ما نروح نجيب عينات من رفح والعريش وحته اسمها بلوزه والحتت دي عينات رمله سوداء نلاقي اتبنى عليها حاجات يعني زي قريه شمال العريش دي اتبنت على الرمله السوداء دي. المهم سامي انا عموما انا عندي احتياطي في رشيد على حدود منطقه البرج دي شغلني 30 40 سنه. حتى برج المهم وصلنا ان هو بعد ما عمل تحليلاته وده وصرف فلوسه وبتاع وصلنا ان احنا طبعا كانت هيئه الثروه المعدنيه تبع وزير الصناعه مصلحه هيئه الثروه الجنوبيه وكان هيئه الطاقه النوويه تبع الكهرباء تقريبا ايوه وكان في حاجه ثانيه تبع البترول وكان يعني في مع بعض كله جزء منعزله وما في قول وزي دلوقتي كده ايه الحياه مش وردي بينهم صح بعض. فلا عايز المشروع ليه وده عايز المشروع ليه المهم فاحنا قلنا احنا هنجيب الموافقه بتاعت الطاقه النوويه حسب ناس علماء ناس محترمين فاهمين وعايزين صالح البلد رحنا قعدنا مع بتوع الطاقه النوويه انتوا عايزين من الرمله السوداء تعملوا ابحاثكم على الصوديوم واليورانيوم فاحنا مش عارفين هنتخلص من الصوديوم واليورانيوم ازاي كل اللي هو العالم بيتخلص من الصوديوم احنا مش عارفين هنتخلص منه ازاي فاحنا هنطلع لكم الصوديوم واليورانيوم وهنديه لكم ببلاش بس نشتغل طبعا احنا اثناء الموضوع ده كله بنروح ما بنلاقيش حد هناك المهم اتضح ان اياميها كانت هيئه الطاقه النوويه مواد نوويه أخذ منحة 5 مليون دولار من اليابان وتصرفت في حاجة غير الحاجة يعني تصرفت في حاجات تانية فأنت لو دخلت أنت واشتغلت هتكشف الخمسة أيوه المهم فإيه وقفوا المشروع فالدكتور إبراهيم فوزي الله يمسيه بالخير ويكرمه قال لي زي ما أنا بنقرا عنك راجل فاضل يعني أنا بقرا عنك بسمع عنك كتير وعارف ان انت ليه باع كتير في الذهب وتسمع عن الذهب احنا في مزايده للذهب قريب فروح اتفرج على الصحراء الشرقيه فسامي جه واتفرج على الصحراء الشرقيه هنا وقال يا ما كان في طيران ولا كان في الكلام ده في حوالي التسعينات لا كان في طيران ولا كان في بتاع اخد بالك أجر عربية 4x4 وأجر حد من الناس اللي هم الجايز مساحة دولت الداد دولت دلايل دولت دولت مر على كل مناجم الصحراء الشرقية بقى يسأل نفسه كم سؤال كده ليه ما فيش حد بيجي في مصر شاف الصحراء حلوة وخامات كويسة هو بيبص بقى لأنه جيولوجي يعني جيولوجي تمرس وتدرب وشاف يعني ليه ما حدش بيجي في مصر بقى يسأل نفسه الأسئلة دي اما راجع عرب بقى وما اشتغلنا عرفنا ليه يعني
المهم ف محدش قدم في المزايده دي الا احنا. لان قبلينا كان في شركتين جم، الشركه الانجليزي اه ماينكس، شركه ثانيه جم وصرفوا ملايين دولارات وزهقوا من البيروقراطيه والتعقيدات واللي بيحصل في المساحه الجيولوجيه جميعا وضخوا. كان احمد عبد الحليم لا كان لسه دكتور عاطف الدردي، دكتور عاطف الدردي. المهم ف سامي اختار المناطق كلها، ما هو مفيش حد دخل معاه، راح اخذ المناطق كلها حوالي 5600 كيلو بعدين خدوها تاني، بعدين السكري والبراميه وعتود وعود وحنجريه و اللي هي في طريق السفاجة الى ابو مروان يعني او ام السيد شويه حاجات دي. واحنا بنعمل عليهم ابحاث الحاجات دي برضو اخذنا عينات من الفواخر وعملنا عليها ابحاث، وكان عندنا امل ان احنا يعني ايه هنعمل شركه كتير قوي. المهم اشتغلنا، وقبل ما نشتغل قبل ما نوقع الاتفاقيه بقى سامي راح للجماعه، كان هو مؤسس الشركه اللي هي سنتامين ايجيبت دي في استراليا 77، وراح للناس اللي هم هو رئيس مجلس الاداره والشركه بتاعته بس معاه مساهمين تانيين، قال لهم يا حضرات انا هشتغل في مصر. قالوا له انت عايز تروح تشتغل تقعد جنب امك؟ احنا مش هنشتغل في مصر. قال لهم ليه؟ قال لهم مصر ما فيهاش اماكن تعليميه، ده اللي كان سايد بره. مصر ما فيهاش اماكن تعليميه، مصر ما فيهاش خبرات تعليميه، مصر ما فيهاش لا قانون تعدين ولا وعي تعدين. ثلاث حاجات دول يخلونا ما نشتغلش في مصر. فرفض. واستشهدوا بعض ماينكس والشركه الثانيه والبتاع وكلام من ده واستشهدوا، ودليل ان مصر من الخمسينات ما حدش راح اشتغل في الدهب. انت جاي لي سنه حاجه و90 تقول لي هروح اشتغل. المهم ف قال لهم طيب تسمحوا لي، واخد منهم اقرار كتابي ان انا هعمل شركه هنا في استراليا مش هعملها في مصر، واسميها الشركه الفرعونيه لملاك الدهب، الثانيه كان اسمها سنتامين ايجيبت طبعا. شركه فرعونيه لملاك الدهب، واروح لوحدي واروح اشتغل هناك، ولو الشركه نجحت هديها لكم، فشلت انا هتحمل كل الخسائر وكل المخاطر وكل. المهم رجع اسس الشركه في استراليا ورجع، طبعا تاسيس شركه بره ما بياخدش يوم ولا يومين، اسس الشركه وجاه، وقعدنا من سنه من نهايه 92 لسنه 94 نتناقش في الاتفاقيه، وناس في ناس احياء يشهدوا بقد ايه المعاناه اللي احنا قعدنا، مستشارين من مجلس الدولة، مستشارين من هيئة المساحة، مستشارين من وزارة الصناعة و و و و يتناقشوا الاتفاقية، وكل أسبوع اجتماع واجتماعين، طبعا هم عشان في الاجتماعات دي بفلوس فكتروا الاجتماع. المهم أما جاء في مرة كده كان مجلس الشعب في نهاية سنة 94، مجلس الشعب كان فاضل له جلستين ويترفع يعني الجلسات، فالدكتور إبراهيم فوزي صراحة راجل عايش واحد يعني يقول له حقه، اتصل بسامي قال له يا سامي انت ما خلصتش ليه الاتفاقيه ونخ. قال له الاتفاقيه احنا خلصناها واتناقشنا فيها، وايه قالوا ان بعد رمضان كنا في رمضان، قالوا ان بعد رمضان هيودوها تترجم وبعدين تدخل مجلس الشعب في الدوره الجديده. قال له لا احنا ليه نستنى بعد رمضان ونستنى الدوره الجديده، ما ايه في عندنا اسبوعين لسه، تعالى لي بكره كل رمضان انا فاكر ورحت معاه، تعالى لي بكره الساعه 9 الصبح وهات الاتفاق. رحنا تاني يوم كان هو مجهز المستشارين بتوعه والناس اللي كانوا مشتركين في الاتفاقيه، وقال لهم اقعدوا في حجره كده فيها في وزاره الصناعه في الدور الثاني كده زي مدرج كده، اقعدوا في المدرج ده خلصوها وترجموها، انتوا عايزين مترجم ليه؟ انتوا زي الفل كله كده اساتذه ودكاتره عايزين مترجم، خلصوها وترجموها وانا هخلص شغلي وهنفطر مع بعض كلنا هنا. هم لا نفسهم هيفطروا بقى بره البيت. كانت خلصت الساعه 4
أخبار؟ اتفضل. وأخذها وعرضها على مجلس الشعب. راحت وجت من مجلس الشعب ثلاث أربع مرات، بعد ما راح مجلس الدولة، وراح مجلس الشعب ثلاث أربع مرات، وكان أكتر واحد معارض فيها المعلم زيكوس زكريا عزيز، كان أكتر واحد معارض، وما عندنا جلسات يعني، لا أوي لا أوي معارض وبتاع، ومش عارف عندي شركات أجنبية ومش عارف إيه. المهم في الآخر أخرها مجلس الشعب، وبدأنا نيجي ناخد إيه؟ الناس بقى اللي السورانيين كانوا معترضين عشان الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. مفيش قانون. احنا بقى مع شغلنا احنا علينا. عملنا كتير قوي. الراجل ده يشهد. احنا علينا واحنا قاعدين. والله احنا امبارح كنا بنسال نفسنا اسئله ليه لغايه دلوقتي مفيش. المهم يعني احنا الدرع ورانا. واتحبسوا. لا كان موجود. كان موجود. كان موجود. نزل اسمه في الجورنال. ايوه. لا موجود عليه. مرسين يكتبوا ما كتبته. اسمه سنه عنوانه شغالين. طب كويس. وكان شاب لسه متجوز يعني. المهم. علينا كتير يعني. المهم بعد كده اشتغلنا قابلنا روتين بقى بشعته روتين روتين قاتل يعني انت مش عارف ليه تشتغل اخد بالك مش هتطلع من مصر ووقفنا حاولت تحكيم بعد كده شاهد على محضر الايقاف ومحضر البتاع قبض عليه وهنا اسمه مرسى علم المهم اشتغلنا وبقينا سابق الزمن اشتغلوا سابق الزمن يعني لغايه اما بدانا نعلن اكتشاف تجاري اول بقى واحنا بنشتغل او اما جينا السكري بدا بخيمه وبطاريه خيمه وبطاريه فعلا يعني انا حتى ساعه ما جيت انا هنا بقيت اقيم خيمه كامله شلت الخيمه بتاعت سامي وحبيت اعمل له اوضه روحني البيت 3 شهور قال لي روح ما تجيش 3 شهور هو كان عايز الخيمه بتاعته يعني فكان في قصص في السكري يعني ايه وحواديت كتيره يعني المهم الكلام ده كله متسجل والكلام ده كله معروف المهم اشتغلنا واول ما اعلنا اكتشاف تجاري في سنه 2000 شهر 10 مصطفى الرفاعي مصطفى الرفاعي كان مع الدكتور مصطفى الرفاعي طب انت استقريت على السكري انت قلت ده جمع من الصحراء الشرقية بدأوا فيها لا ما لسه بقى احنا اخدنا بقى عينات من كل لسه ما استقر بس كانت البداية تمام واخدنا مع كل ده وزارة الصناعة وزارة الصناعة واخدنا عينات من كل اماكن وعملنا حفر وعملنا كل حاجة وعملنا برامج حفر في كل حتة وبتاع وقدمنا اكتشاف تجاري وقدمنا في الاكتشاف التجاري ان احنا هنعمل 10 مصانع 10 مناجم ب 10 مصانع في دراسه الجدوى تمام ان احنا هنعمل وهنبتدي بالسكري مش عشان السكري الاحسن عشان السكري هو الاقرب للمدنيه بس عشان الناس اللي هتعيش والجيولوجيين والبتاع هيبقى السكري الاقرب للمدنيه وبعد كده هناخد الاماكن الثانيه السكري المهم الكلام ده كان 29 10 سنه تقريبا التاريخ دي ما تتنساش يعني 30 10 سنه 2000 الوزير مصطفى الرفاعي مشي وجاه الوزير علي السعيدي من الكهرباء للصناعه تمام وكان جاي عشان السكري كان متعين عشان السكري احنا بقى اياميها الاتفاقيه صريحه وواضحه فيها تخليات اجباريه وتخليات اختياريه الخليات الاجباريه اللي انت بعد 3 سنين على طريق البترول اللي انت بعد 3 سنين لو ما لقيتش بتنزل 25% من الارض بعد 5 سنين لو ما لقيتش بتنزل 50% من الارض بعد 7 سنين لو ما لقيتش بتسيب كل اللي انت صرفته وكل اللي انت دفعته وترحل تمام لو لقيت في اي مرحله كل المناطق اللي تحت ايدك بتتحول
لمنطقه السبعين. يعني الاتفاقيه بتقول اللي قانون 2012 سنه 94 بيقول البحث عن الذهب والمعادن المصحفه والسجلات. بحث والسجلات، الاتفاقيه بحث والسجلات. المهم كان معانا في الوقت ده 50% من اللي هم 5600 كيلو، كان معانا 2300 كيلو. ومعانا جواب بيهم ان هم تحولوا البحث والسجلات. المفروض بعد ما كسبتوا جواب يتكون شركه عمليات بينك وبين هاي شركه عمليات منهم ومن عندك، وبتبتدي تعمل العمليات بقى، بتحاول بقى تعمل الكونستراكشن، بتعمل حاجات دي، بتحاول تنميه. تمام يا بيه. المهم حصل اللي حصل، وكان الوزير ابراهيم الوزير ابراهيم فوزي كان بيكلمنا على تليفونات ما كانش فيه محمول اياميها، كان بيكلمنا على تليفونات بيوتنا بالليل عشان عادي الشهر وعادي خالص. الدكتور مصطفى الرفاعي والناس دي احياء يعني، ربنا يديهم الصحه والعافيه. سامي لما راح بعت له فاكس قال له انا عايز اعرفك بنفسي. بعتنا الفاكس يوم الحد الصبح، ادانا معاد يوم الثلاث الساعة 9 الصبح. قال لنا معادكم من 9 ل 9 ونص. يعني الراجل بعديها بيوم على طول. رحنا دخلنا له كانت 9 الا ربع. وصلنا هناك، انت عارف سامي متربي بره وبتاع فعايز بيبقى بدري يعني. وصلنا 9 الا ربع مدير مكتبه قال له سيادة الوزير جوه بتاع، قلنا له قول له ان احنا جينا يعني. دخلنا للدكتور ابراهيم فوزي. الراجل تفضل وجه احنا معانا نص ساعة هنقعد معاه. بسامي بيفتح اللابتوب بتاعه، كان لابتوب صغير كده عشان يوريه البرزنتيشن. قال له لا 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 راح ضرب الجرس نادي على المدير مكتبه والناس اللي عنده، جاهزين له بروجيكتور وجاهزين له معاد، وجاب اثنين ثلاثة مستشارين من عنده، ويلا بينا على الكمبيوتر. يا عم احنا بقى بينا وبين نفسنا، انت عايزنا نص ساعة. قاعد سامي يشرح له ويقول له على المشروع، يعرفه بالشركة وبتاع. قعدنا من 9 لا ده هو بص في الساعة لقاها 12، وأنا هو احنا نص ساعة والله بص في الساعة لقاها كده بالظبط والله. أنا متذكر تعرفين إبراهيم الرفاعي اللي خدم معاه وشافه؟ مصطفى الرفاعي. مصطفى الرفاعي اللي خدم معاه وشافه يعني إنسان غريب يعني. يعني إيه جدي وبعدين يعني ممكن يضرح اي حد بالشغل. يهمه الشغل بتاع شغل. بس في الساعه قال يا اهلي الساعه 12 بعد اذنكم بالظبط كده وزير الصناعه الاردني بره، هقعد معايا 5 دقايق واكبه وارجع له بنفس اللفظ. والله بنفس اللفظ. وفعلا رجع مشانا 3:05 بالظبط، مشانا من عنده 3:05 ومتسجم وما عملتش. المهم ما علينا. بعديها اما جاب الاخ علي السعيدي بعتنا له، اخد بالك، رد بعد 3 شهور وحدد ميعاد بعد 6 شهور. وحق لا اله الا الله انا ما بفتري على حد. انا كنت مع الدكتور عطفي على طول التعارف كل ده. وبدات بقى العمليه بقى ايه، وهجوم في اعلام وتسويق سمعه وغسيل اموال. أخذ بالك مع ان احنا مش هناخد حاجه عشان يمشوه. يعني احنا